سؤال النهاردة هندسة، هو أنا لو كنت مؤمن بسيدنا عيسى مثلا وسيدنا موسى كنت أخش الجنة ولا لأ؟ مع إنهم أنبياء ورسل. بس مش مؤمن بالنبي محمد. أعتقد إن إحنا أكون مؤمن بسيدنا عيسى مثلا، هو من عند ربنا يعني، نبي من عند ربنا طيب فأنا مؤمن بيه. بص يا سيدي، ركز معايا في الكلام ده علشان ما يحصلش فيه خلط، لان الاجابه فيه لازم تبقى دقيقه وواضحه شويه. لو انت امنت بسيدنا عيسى حق الايمان هتدخل الجنه، ولو امنت بسيدنا موسى حق الايمان هتدخل الجنه، ولو امنت بسيدنا يوسف وابراهيم ويعقوب وكل الانبياء ليه بقى هتدخل الجنه؟ انا قلت ايه حق ايه؟ حق الايمان. عارف يعني ايه حق الايمان؟ من حق الإيمان بسيدنا عيسى إن أنت تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عيسى بشر بيه. ومن حق الإيمان بسيدنا موسى إن أنت تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا موسى بشر بيه. والأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الإسلام. كل الأنبياء لم يأتوا إلا بدين واحد وهو الإسلام، بداية من سيدنا نوح نهاية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمال الديانات دي كانت إزاي؟ دي اسمها شرائع بقى، أو اسمها ديانة مش دين، اسمها شرائع مختلفة. يحرم على قوم شيء ويحلل قوم آخرين، يفرض على قوم صلاة وتخفف على قوم آخرين، دي شرائع مختلفة مش ديانات مختلفة. مفيش حاجة اسمها اليهودية وغيرها احنا كل الأديان اسمها دين واحد وهو الإسلام. كل الشرائع جاءت بالإسلام الدين الواحد. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل جاءوا بالإسلام. يعني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا يوسف كانت أمنيته أن يموت مسلم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا عيسى كان دينه الإسلام. قال الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريين الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دينه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ربنا قال كده في القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي يتبع دين غير دين الإسلام لأنه دين جميع الرسل والأنبياء فهو في الآخرة من الخاسرين. فلو أنت أمنت بسيدنا عيسى حق الإيمان هتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمنت بسيدنا موسى حق الإيمان هتؤمن بالنبي، ولو أمنت بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، لأن كل دول بيدعوا أن هم أمنوا بالأنبياء السابقين. لكن تكفر بنبي واحد فكأنك كفرت بكل الأنبياء. طب نعتقد ربنا قال إن كده في القرآن، كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا نبي واحد بس، كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا نبي واحد بس، فاللي بيكذب نبي كأنما كذب بكل الأنبياء. تمام، نعتقد إن أنا جيت قبل محمد وكنت في عهد سيدنا عيسى، فهل كنت أخش الجنة؟ ومت قبل ما النبي يبعث؟ بالظبط. وأمنت بسيدنا عيسى بس كان إنه رسول من عند رب العالمين؟ أنا آمنت بسيدنا عيسى. آمنت إنه رسول من عند رب العالمين وليس إله وليس ابن إله، حنيفا مسلما، فأنت في الجنة إن شاء الله عز وجل. أنت كمسلم، هي في الآخر ده أنت مسلم، لأن زي ما قلت لك اللي بيبتغي غير الإسلام دين ربنا لا يقبل منه لا صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفل. لكن لو جه عليك بقى النبي بعث وأنت ساعتها موجود وما امنتش تقول اصل انا امنت بسيدنا عيسى وكده كويس، لا، اللي بيكفر بنبي واحد كانما كفر بكل الانبياء، لا ينفعه ايمان، لان ربنا قال كده، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ربنا قال كده، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. النبي علمنا ان الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فما ينفعش تؤمن، اصل هي مش بتختار من الانبياء ما يشاء وما يحلو لك؟ يعني بينك وبين النبي عداوه، بين النبي محمد وبينك بين غيره محبه؟ اذا ده ايمان هوى. هؤمن بده، كلهم من رسل من عند مين؟ من عند رب العالمين. فان كانوا كلهم رسل من عند رب العالمين يبقى تؤمن بما ارسله الله عز وجل اليك كائنا ما كان. يعني المشركين زمان
كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إحنا مشكلتنا بس إن هو نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان مع حد غني كده أو حد عنده مال وجاه كنا قبلناه. فهم بيعترضوا على الشخص مش لأي شيء ويرفضوا الدين غير لأنه نزل على الشخص ده. فليه الحب النبي وكره النبي وحب النبي وبغض النبي؟ ليه التفرقة بين الأنبياء؟ الله عز وجل نهانا عن ذلك. كل الأنبياء أرسلت من عند ربنا بدين واحد وشرائع مختلفة، يجب أن تؤمن بآخرهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما اكذبش عليك، أنا اقتنعت بالرد. الله أكبر. اقتنعت بالسؤال ده. الله أكبر. الله أكبر. ونشوف الله الأسئلة اللي جاية هتقنعنا ولا مش هتعرف. لا هتقنعنا إن شاء الله. ربنا يشرح صدرنا وصدرك الإسلام ويهدينا وإياك للحق. والله الحق دايما عليه نور. الحق دايما عليه نور. ودايما صاحبه منصور. ودايما بيبان على الإنسان صاحب الحق، لأن الله عز وجل يؤيده وينصره. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا سبحانه وتعالى هو ناصر ديني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن والله متم نوره ولو كره الكافرون. ربنا يتم علينا نعمة الإسلام، يحيينا على الإسلام ويتوفنا على الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.